وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عبد العزيز البرغتي أحد القياديين الميدانيين لمجلس شورى ثواري بنغازي. سيد عبد العزيز، في البداية أو بعد الترحيب بك، يعني هناك خلافات كثيرة في حول موضوع بين كتائب حفتر وأيضا الحكومة الثانية والحكومة المقترحة أو الناطق الرسمي بوزارة الداخلية، يعني كيف تقيمون أنتم كمجلس شورى هذه المواقف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الإجابة عن هذا الكلام أريد أن أبين بعض النقاط التي جاءت في بيان المدعو المهدي. أولا، المدعو المهدي وصف سرايا الدفاع عن بنغازي بأنها ميليشيات، ولا أدري حقيقة ما هو المعيار أو الضابط الذي ينطلق منا في توصيف الميليشيات أو الجماعات. ولو اعتبرنا أن سرايا الدفاع عن بنغازي ميليشيات، فنبي نسأل المهدي نقول ماذا يقول عن كتيبة التوحيد السلفية التي تقوم باغتيال المشايخ والخطباء؟ هل هي من الجيش أو الشرطة؟ وهل الميليشيات القبلية التي يقودها صلاح بلوغيب وقعين والوكواك وعيط بيحة وعيط الحول وعيط بوخمادة وعيط بلاكي، فهل هؤلاء عند المهدي من الجيش أو الشرطة؟ أو ربما من الكوماندس أو القوات الخاصة وغيرها من الميليشيات التي تضم الخمارين والسراقين وأصحاب السجون والسوابق؟ هل هذا كله يضم يكونون تحت الجيش والشرطة؟ أقول المهدي إن كلامك هذا قد استهلك إعلاميا فلم يعد خافيا على أهل بنغازي والمنطقة الشرقية بل على أهل ليبيا برمتها. إن هذه دعاوى كاذبة، وكل الناس يعلمون أن كلمتي الشرطة والجيش كلمتا حق لكن أريد بها باطل للأسف. وأنصحه أن يبحث عن ذريعة أخرى ليحرق بها بيوت الآمنين ويهتك حركات ويهتك حرمات الليبيين ويسفك دماء المستضعفين. أما حمل هذه الجرائم كلها على ما يسمى بالجيش والشرطة، رأوا انكشاف أمرها ولم يعد خافيا على أحد من الناس. ثانيا، وصف بأن سرايا الدفاع ستقاتل تحت راية التنظيم البغدادي، فهذه صراحة لا يوجد لها عندي إجابة في كون أن التنظيم سيقاتل تحت علم ثورة فبراير. هذه فلية كما يقال أخبر من أختها للأسف يعني. أما الإجابة عن سؤالك، هذا يدل على شيء، يدل على أن ما يسمى بعملية الكرامة باتت على مفترق قتال داخلي فيما بينهم، والحمد لله رب العالمين أصبح كل يوم يأتي ناطق أو يأتي شخص من يسمى مع الكرامة يكشف أنا عن حقيقة الاغتيالات ومن كان وراءها. طيب، يعني ما هي الأوضاع، ربما ننتقل ميدانيا، ما هي الأوضاع الآن ميدانيا في منطقة، خاصة منطقة الصبري وسوق الحوت سيد عبد العزيز؟ والله الحمد لله رب العالمين، الشباب ما زالوا ثابتين في محاورهم الحمد لله رب العالمين، وإن كانوا يواجهون يعني قوة غاشمة معها طيارات معها دبابات معها مدرعات، لكن بفضل الله الشباب فتية قليلون الحمد لله رب العالمين أجبروا هؤلاء الصعاليك على عدم دخول ولو شارع واحد لمنطقة الصابري والبلاد والله الحمد لله. نعم، السيد عبد العزيز البرغتي أحد القياديين الميدانيين في مجلس شورى ثواري بنغازي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.